السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أنا سامي سعد. اليوم سوف نتعلم سلسلة تعلم النظام لينكس في الحلقة 35، طريقة جديدة لكتابة الإف الشرطية أو بطريقة بسيطة ومفهومة. أولا، قبل أن نبدأ وقبل أن نقوم في تطبيق الأمر الذي سوف نتعلمه على الإف الشرطية، سوف نقوم ببدء في مقدمة. أحب أبدأ بمقدمة. هذه السلسلة أي سلسلة تعلم نظام لينكس كان مصدرها موقع نت أكاد، ولكن هذا لا يعني نحن قمنا بشرح جميع المفاهيم أو الدورة بإكملها، لأن أنا أقوم بتقديم الشرح الذي فهمته وبطريقتي الخاصة في توصيل المعلومة. وأنصح أن تأخذوا هذه الدورة ليكون أفضل لكم وتتضح جميع المفاهيم لكم وأكثر. وشكرا. أولا، نستعرض هذه الدورة. كما تشاهدون، هذه الدورة كانت مصدر لنا، مصدر إقامة سلسلة تعلم نظام لينكس. كما تشاهدون، لم نقوم في شرح Data Storage أي تخزين البيانات أو طريقة تخزينها في لينكس أو الطريقة التعامل معها. الآن سوف نقوم في البدء في السلسلة. أولا، كما تشاهدون، هذا السكريبت الذي قمنا بإنشائه في الحلقة 31. الطريقة التي سوف نتعلمها جدا بسيطة، وهي حذف التست أو إلغاء أمر التست. نبدأ في الأقواس المربعة، نضع الأقواس المربعة أيضا في LF. وايضا هنا نضع قوس المربع. الان بعد ان قمنا بوضع جميع الاقواس المربع، نقوم في حفظ الملف، وثم من التطبيق هنا نقوم في تطبيق الملف هنا. الان نقوم بكتابة الرقم. ما رأيكم؟ هل سوف ينجح الأمر أو يفشل معنا؟ لنجرب الآن. انتر. الآن كما تشاهدون، فشل الأمر لدينا في السطر الثالث والسادس والتاسع. لنشاهد مع الخطوة. في الثالث هنا الأقواس المربعة ليست منفصلة على الكلمة، سوف نقوم بفصلها عبر سبيس أو فراغ. وأنصحكم أن تقوموا في تطبيق الأخطاء لكي تتعلموا. فالخطأ كما تعلمون ما فعل. الآن نفصل الكلام، وهنا نقوم بحفظه ونعم بإعادة التطبيق. كما تشاهدون بأن الأمر نجح معنا، وهذا كل شيء. ونلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.